طيب احنا عملنا هاي، خلينا نستدعيها في الكنترولر عندي. نيجي للكنترولر هان ونحكي له والله انا بدي تعمل لي employee controller، تمام؟ وزي ما تعودنا request mapping نحكي له هنا AMB، تمام؟ وهنا نيجي نحكي له او هنا نحكي له مثلا employees، وهنا بحكي له public employee get user، تمام؟ return هنا بحكي له private لايش؟ لا service AMB service. وهنا باجي بحكي له auto wired، وهنا باجي بحكي له اعمل لي dot ايش get user ورجع لي اليوزر. طيب انا هنا شو اللي بدي اعمله؟ بدي احكي له، ممكن احكي له request param، يعني استقبل برام من نوع انتجر، وبدي يكون الاي دي، وانا هان بعمل له باس للاي دي، وهنا باجي بحكي له انتجر للاي دي، وباجي هنا بحكي له اي دي، تمام؟ طيب نرجع للكنترولر، الايرور راح عندي والامور تمام. هنا اجي احكي له جيت مابينج، وانا احكي له بدي بالجيت مابينج بدي تحكي لي الجيت الاي ام بي، تمام؟ طبعا احنا لازم نسميها جيت ام بي، بس لا نركز على الاسم. خلينا نعمل ريستارت ونشوف شو اللي راح يصير عندي. نيجي على البوست مان هان، نعمل نيو ونختار كوليكشن، هاي نسميها اتش ار، تمام؟ كوليكشن اسمها اتش ار، ونضيف ريكوست عليها ونسميه اتش ار عفوا جيت امبلوي باي اي دي، اسم الريكوست. وهنا باجي بعطيه ال HTTP، عفوا HTTP local host 8080 employees، و احنا شو سميناها get AMB employees، نعم employees get employee. وهنا بحكي له ال ID، احنا سمينا ID، نعم سمينا ID، وهنا بعطيه مثلا 1، فاعطاني انه اللينك نفسه نت فاوند. طب خلينا نشوف احنا مش حاطين له ريست كنترولر، نسينا نحط له ريست كنترولر. خلينا نعمل هنا سند، وهي رجع لي عبد. طيب لو انا جيت حكيت له مثلا بدي اليوزر رقمه 3، فراح يرجع لي محمد جون مش عارف. فلو جينا هان نعمل كونكت ونتأكد، يعني نعمل رن هان، فشفنا اللي اي دي اللي رقمه 3 مش عارف شو هذا، مش محمد طبعا، جون. طيب فهي المعلومات رجعت لي، وهي السالري رجع لي، واموري تمام. طيب لو اجيت حكيت له بدي 4 راح يرجع لي، لكن لو اجيت حكيت له بدي 45 على سبيل المثال ما راح يرجع لي شيء. لو رجعنا على السبب عندي انا حكيت له بحاله انه ما كان موجود رجع لي نل. طيب لو اجيت انا حكيت له هان رجع لي نل، يعني ما ترجع لي اي شيء، تمام؟ خلينا نعمل له ريستارت، نيجي نعمل هنا سند، فما رجع لي ولا اشي، تمام؟